قبل فترة واحد من الشباب هو أكبر إخواني، طالب في كلية وفي جامعة خاصة، يدرس على حسابه وحساب أسرته، وأبوه متقاعد فيريد أن يعمل، فأخذ سيارة تعليم سياقة وبدأ يعلم. الإشكال اللي كان موجود معه أنه ما عنده تصريح، لابد يكون معه تصريح، والتصريح لأجل أنه يتحصل عليه لابد يكون عنده رخصة قيادة لمدة 5 سنوات، ما عنده هذه الشروط، لكن مع ذلك عمل. قال ماذا أفعل؟ أنا أريد أن أعمل، أنا أحسن قيادة السيارة وأحسن التدريب. فعلا تمت مخالفته من قبل الشرطة، فدعي إلى مدير عام إدارة المرور، قال له الأخ فلان كيف أنت تدرب وأنت ما عندك تصريح وأنت كذا وكذا؟ قال سيدي أنا أكبر إخواني وأنا أبي متقاعد وأنا طالب في كلية خاصة ولا يوجد معي دخل، هل أسرق أم أعمل؟ فسكت الضابط، ماذا يقول؟ وفعلا استطاع أن يعمل ويتزوج وله الآن من الأطفال 2، نسأل الله تعالى أن يزيده من فضله.